مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج النصيحة قبل الفطور على Arab Smiles. موضوعنا اليوم كيتعلق بنهاية شهر رمضان وبداية الفترة العادية. في نهاية شهر رمضان كنقسموا عامة لجوج ديال الفئات: الناس اللي اكتسبوا عادات غذائية صحية جيدة فقدوا الوزن الزائد، والناس اللي اكتسبوا الوزن بسبب الإفراط في السكريات في الأكل عامة وأيضا في الدهون. ما بعد شهر رمضان هو فترة مناسبة جدا لتكريس وتثبيت هذه العادات الغذائية الجيدة اللي اكتسبناها. ما نطيحوش في الفخ ديال الوجبات الغذائية الثلاث الغنية بالسعرات الحرارية واللي تقدر تخلينا نسترجع الوزن اللي فقدناه. كاينين بعض الناس اللي خلال شهر رمضان تخلصوا من ما يسمى بالإدمان على السكريات. هاد الناس خصهم يردوا البال مع الفترة اللي من بعد رمضان وخاصة فترة العيد باش ما يستهلكوش كميات كثيرة من الحلويات والسكريات باش ما يعاودوش يفيقوا الميكانيزمات المسؤولة على هذا الإدمان. اختيار مكونات الأغذية والوجبات الثلاث خلال فترة ما بعد شهر رمضان عنده أهمية قصوى. خاص الأكل ديالنا يكون غني بالألياف اللي كتخلينا نحسوا بالشبع مدة طويلة وكتمنعنا أننا ناكلو ما بين الوجبات. خاص الخضار الفواكه البقوليات تكون سيدة الموائد ديالنا. بزاف منا غادي يرجعوا لاستهلاك ما يسمى بالفاست فود بعد شهر رمضان، يا إما مجبرين أو بسبب أنهم كيحسوا أنهم يستحقوا مكافأة بعد شهر من المجهود، وهذا في حد ذاته فخ، لأن جسم الإنسان من السهل عليه جدا اكتساب عادات غذائية سيئة، والسبب هو الإدمان على السكريات والدهون وأيضا المضافات الغذائية اللي كتكون في الفاست فود واللي كتخلي الجسم ديالنا يطلب دائما كمية أكبر. نصيحتي لكم هي خليكم في الحالة الذهنية اللي كنتوا فيها خلال شهر رمضان، واستغلوا الفترة اللي من بعد رمضان باش ترسخوا هذه العادات الغذائية الجيدة وتحاولوا ما أمكن تبعدوا على الإفراط في الدهون والسكريات. ما تطيحوش في الفخ ديال اكتساب الوزن بعد شهر رمضان بسبب الرجوع للعادات السيئة اللي كنا عليها من قبل. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. إلى عجبتك هذه الحلقة هبط لتحت دير لايك وتابونا في لاشين وبقى اكتشف معنا الحلقات الأخرين.